فهاد الدرس غادي نحاول نشرح واحد الكلمه مفتاحيه اللي غادي تستعمل في الدرس اللي جاي اللي هو بروتوتايب تشينز. هاد الكلمه هي لينكد ليست. لينكد ليست هي واحد الطريقه كيفاش كنستركتشر الداتا. دونك غادي نهضروا على شنو هي الداتا ستراكشر واحد التعريف بسيط، وغادي نهضروا على شنو هي لينكد ليست وعلاش حنايا شنو العلاقه ديالها مع بروتوتايب تشينز، وشنو العلاقه اللي عندها مع لا بيرفورمانس ديال بروتوتايب تشينز، وعلاش كنت كنقول لكم بان البروتوتايب راه كتعتبر بيرفورمانس. ومن بعد غادي نحاولوا نديروا واحد لا ديفيرونس، نحاولوا غير نتشيكيو ما بين الافاي، يعني نديروا اوجه الاختلاف ما بين الافاي وهاد اللينكد ليست، ونشوفوا اين هي لي فلاب بيرفورمانس مزيانه، غير باش نحطكم في ليدي جينيرال بواحد الكونسيبت اللي كنخدموا به كتسمى البيك او نوتيشن، اللي كنقدروا نميزيرو به هاد جوج ديال الداتا ستراكشر. ولكن في الاخر اللي كيهمنا حنا كله هو لينكد ليست. اوكي بداو الدرس ديالنا. شنو عندي هنا؟ اول حاجه هي غنشرحوا اشنا هي الداتا ستراكشر. دونك انت اللي كتفرج فيا دابا كجافا سكريبت ديفلوبر، دونك كتكتب جافا سكريبت، اوتوماتيكمون عندك واحد جوج ديال التيب ديال الداتا اللي كتخدم بهم. غير مثال، ماشي تشايب، ما كنهضرش على سترينغ ولا نو، كنهضر على كيفاش كتستركتشوري الا كان عندك واحد لونسومبل ديال الداتا وباغي تستركتشوريها اما بافاي اما بأوبجكت. دونك انت كتخدم بالافاي ولا بالأوبجكت على حساب المشكله اللي كتحاول تاكليها. دونك كاينين شي مشاكل اللي انت بغيتي تحلهم الافاي غتكون خدامه لهم حسن، وكاينين شي مشاكل اللي بغيتي تحلهم الأوبجكت غادي يكون خدام لهم حسن. دونك شنو هي الداتا ستراكشر؟ الداتا ستراكشر هي واحد الوسيله بعدا كيفاش كنورغانيزيو الداتا ديالنا. هذه القاعده الاولى. والقاعده الثانيه هي كيفاش نقدروا ناكسيديو نبشيرشيو ونانسيريو ونحيدو. دونك يولي الاكسس سيرش الانسيرشن والديليشن. دونك كيفاش ناكسيديو ونحيدو ولا نبشيرشيو او نيفو ديال الافاي، ماشي فحال كيفاش ناكسيديو ونحيدو ونديرو ديليشن او سيرش او نيفو ديال الاوبجيكت. دونك بالنسبه لك انت كديفلوبر كتخدم بواحد النوع ديال الداتا وكتستركتشر الداتا ديالك وكتحدد القواعد كيفاش بغيتي تاكسيدي ولا تحيد وتزيد ديبون على حساب واحد المشكله اللي انت كتحاول تحلها. كيف ما قلنا عطيتك مثال ديال الافاي وديال الاوبجيكت اللي كتخدم بهم فواحد الحاله سبيسيفيك. دونك الداتا ستراكشر هي واحد الوسيله كيفاش كنورغانيزيو الداتا باش كنحدو من بعد الاكسس سيرش انسيرشن وديليشن. اوكي لينكد ليست هي واحد النوع ديال الداتا ستراكشر، هي واحد النوع ديال كيفاش نقدروا نورغانيزيو الداتا ديالنا ونحدوا ديك القاعده اللي هي كيفاش نقدروا انسيريو ولا نديرو دي ريشيرش ولا على حساب لاكسيون اللي بغينا نديرو. اوكي هاد اللينك اي داتا ستراكشر اي تيب اي وسيله كيفاش كنورغانيزيو الداتا عندها شي حوايج اللي مزيانين وعندها شي حوايج خايبين. هاد لينكد ليست عندها شي حوايج اللي مزيانين اللي خدامين في البروتوتايب تشينز اللي غنخدموا بهم من بعد. دونك هي كوسيله كيفاش كنورغانيزيو الداتا خدامه في هذا الكاب بالضبط في البروتوتايب تشينز، لان كنكريو بها واحد الليان ما بين لي بروتوتايب واللي هي غادي تستعمل في الانهابيتنس يعني في ليريتاج، واللي هي كتستعمل في لوريونتي اوبجي او نيفو ديال جافا سكريبت، لان جافا سكريبت ما كتعتبرش واحد لانجويج لي اوبي. بلا ما نخرجوا من السابجكت ونخلينا في اللينكد ليست، كيفاش كتكتب هذا اللينكد ليست ولا كيفاش كتحط؟ بدا اولا في اللانجويج جافا سكريبت ما عندناش شي حاجه يعني شي بيلتين فانكشن اللي هي ديزايند لينكد ليست. باغ كونتر في دي لونغاج بحال جافا كنلقاو يعني دي ميثود اللي هما انت ما انتجرين هاد الداتا ستراكشر باي ديفولت اللي هي لينكد ليست. اوكي بالنسبه لينا حنا غنشوفوا بعدا الستراكشر ديالها يعني تيوريكمون كيفاش كتحط هاد الداتا ستراكشر. هاد الداتا ستراكشر سيدي اولا اللي هي لينكد ليست، وغادي نلقاو لان كاينين جوج، كاينه سينجلي وكاينه دبلي. يعني سينجل لينكد ليست كيكون فيها لينك واحد، والدبل لينكد ليست كيكون فيها واحد تو لينكس. غنبداو بعدا من الاول ونشوفوا هاد الداتا ستراكشر ديالنا. اولا كاين فيها واحد سيكونس ديال لي زيليم، دونك هاد لينكد ليست فيها واحد التراتب ديال لي زيليم. مثلا غنكري هنا واحد ربعه ديال لي زيليم، واحد جوج ثلاثه واربعه، قدر يكون اربعه قدر يكون اكثر. هاد السيكونس ديال الاليمنتس اشنو فيهم؟ فيهم واحد الترابط، يعني فيهم واحد التشينز، كل واحد فيهم كي بوينتي على النكست اليمنت يعني على اللي تابعو. دونك كنكريو واحد اللينك، دونك هاد اللينك كاين عندنا واحد داكشي اللي سميناها لينكد ليست، لان عندنا واحد ليست ديال الزليمو وعندهم واحد الليان ما بيناتهم، وكل واحد
كي بوانتي على اللي من وراه. اوكي هاد لينكد ليست فيها واحد الخاصيه بان فيها هاد الهاد هو اول اليمنت في السيكونس. اول اليمنت في السيكونس ديال لينكد ليست هو الهاد واخر اليمنت هو التيل. اوكي دونك عندنا واحد السيكونس ديال الزليمه مترابطين مع بيناتهم والقاعده بان كل واحد كيبوانتي على اللي من وراه وفي هاد تشين بحال كيبقى واحد السلسله واحد تشين وفي هذيك التشين ديالو ولا هذيك السلسله اول اليمنت فيها كيتسمى الهيد واخر اليمنت كيتسمى التيل لان اوتوماتيكمون كنبغيو حنا ناكتيفيو الزليمه في هاد لينكد ليست كنبداو من هنا كندخلو من الهيد. اوكي اشنو تقدر تكونتوني كل اليمنت هنايا في هاد السيكونس كيتسمى نود يعني واحد نو. شنو هما التيب ديال الداتا اللي نقدروا نديروا هنا؟ تقدر دير نمبرز تقدر دير كاركترز تقدر دير اي نوع ديال الداتا او نيفو ديال هاد النودز ديالك ولكن حنا راه نشوفوا اكزامبل ديال نمبرز. هادوك النمبرز تقدر ديرهم اما بالترتيب اما بلا ترتيب. مثلا نقدر نجي ندير هنا 7 من بعد 4 من بعد 13 من بعد 6 دونك ماشي سورتد سمينا هنا نقدروا نديروا الاليمنت ان سورتد اللي كتعني بانهم ما تابعينش واحد الترتيب هذه خاصيه ولا كاين اختيار بانك ديرهم سورتد. مثلا بغيتي ديرهم في واحد الترتيب تجي دير مثلا هنا 7 دير هنا مثلا 8 دير هنا مثلا 14 ودير هنا مثلا 16 دونك هنا ولاو سورتد. يعني عندك الاختيار نيفو ديال هاد سينجل رانكد ليست. علاش قلت لكم سينجلي؟ لان فيها ليان واحد وهي اللي كتهمنا وهي اللي خدامه بها البروتوتايب تشينز. يعني اما فيها هاد اللينك اي يكونوا سورتد 7 8 14 16 يعني تابعين واحد التراتب ولا ان سورتد. دونك هنا خدينا واحد ليدي على لينكد ليست كيفاش كتحط. نشوفوا علاش كنقولوا بان هاد لينكد ليست بيرفورمانت وعلاش كنت كنقول لكم بانها البروتوتايب راه بيرفورمانت. علاش؟ ماشي غير حيت كان ريفيرونس. هنا غادي تبان لكم لي دي جينيرال علاش كنت كنقول لكم بيرفورمانس لان كاين واحد لوشي اللي كنخدموا به باش كنديروا به الميجر باش كنميزيرو به باش كنعرفوا به البيرفورمانس هو اللي كيتسمى البيج او كومبلكسيتي ولا البيج او نوتيشن وغادي نشوفوه هنا. ولكن قبل من هذا الشيء راه نحطوا واحد الداتا ستراكشر اللي هو مختلف عليه اللي كيتسمى الاري وكتخدموا به ديما كنخدموا به كجافا سكريبت ديفلوبرز ديما. هاد الاري باش كيمتاز هاد الاري تدي في دي زيليمون مثلا ناخد نفس النمبرز 7 8 14 و 16. اوكي شنو كريت هنا؟ كريت افري. مي كنبغي ناكسيدي لهاد الافري شنو كندير اسيدي؟ كناكسيدي ليه بدي زاندكس. دونك هذا 0 هذا 1 هذا 2 وهذا 3. هذا افري كنكريو عادي حتى هو كيتعتبر واحد الداتا ستراكشر. مي كنبغيو ناكسيديو للزيليمون ديالو كناكسيديو ليه بديزاندكس. اوكي افندو دابا بيرفورمانس ولاش حطيت لكم هاد ليست ديال الزيليمون بجوجهم وكيفاش غنشرح لكم البيرفورمانس. البيرفورمانس بعدا باش كتعبر مي كنهضر على الداتا ستراكشرز كتعبر كيف ما قلت لكم بهاد البيك او كومبلكسيتي شارت. دونك هادي واحد الشارت عندنا هنايا اللي كتحدد لينا لا فيتيس ولا لا بيرفورمانس اونيفو ديال واحد الداتا ستراكشر. ولا بيرفورمانس فين كتحدد؟ لا بيرفورمانس ما كتحددش في الداتا كيفاش كنستركتوريوها في حد ذاتها مي في جوج ديال العوامل كيفاش كنستركتوريو الداتا وكيفاش حتى كنديروا عليها دي زاكسيون. هاد لي زاكسيون كيف ما قلنا اما اكسيديو اما نديروا ريشيرش اما انسيريو اما سيبريميو اكسس سيرش انسيرشن ديليشن. اوكي بالنسبه لي نحنا وغنشوفوا في الاري نرجعوا بعد الشارت قد ما كانت هنا في الخضر قد ما بيرفورمانس قد ما كانت هنا في الاحمر قد ما غادي تكون واكله العصا. لا بيرفورمانس لا في الاكسس لا في السيرش لا في الانسيرشن لا في الديليشن. دونك الا كانت هنا البيك او كومبلكسيتي ولا البيك او نوتيشن في هذا الكا كانت عندنا او اوف 1 اللي هي كونستانت كتلعب في الخضر ولا او لوغ اوف ان اللي كتلعب في الخضر حنايا نيت راه كتكون بيرفورمانس ديالها مزيانه. يعني اي داتا ستراكشر خدمنا بها وفي الافلاكسي ولا في السيرش ولا حساب واحد مشكله كنحاولوا نحلوه وكانت في هاد لابار راه كتكون مزيانه وكتكون رابيد غادي وكتطلع وغادي ولا بيرفورمانس كتنقص. دونك او اوف ان في لا بيرفورمانس راه اقل او اوف 1 راه احسن ك او اوف لوغ اوف ان راه قل من او اوف 1 مي او اوف 1 ديما كتبقى هي احسن وحده.
اوكي غادي وكتطلع غادي توصل هنا تولي داكشي اكسبونونسييل اوتوماتيكمون لا بيرفورمانس هنا داخل فشي انفينيت لوب ولا فشي مشكل فشي غليتش عندك نيفو ديال البروغرام. اوكي اشنو كيهمنا حنا؟ كيهمنا الاراي، ما كيهمنا لا ستاك لا كيو، هذا تيهم داتا ستراكشر. كيهمنا الاراي وكيهمنا سينجل لينكد ليست. وكنشوفوا هنا بان في الاكسس، في الاكسس في الاراي عنده اوف 1 يعني بيرفورمانس. اشنو كنعني بالاكسس؟ كنعني اسيدي مي كتجي هنا الاراي وكتبغي تاكسيدي لواحد ليليما، غنجي ندير هنا مثلا اكسيدي لواحد ليليما، مثلا باغي ناكسيدي لهاد ليليما، كنجي ديريكتومون وكندير 1، هذا هو الاندكس ديالو اللي غادي افيشي ليا في الاخر. شمن نمبر غادي افيشي ليا 8. دونك او نيفو ديال البيك او كومبلكسيتي ولا البيك او نوتيشن، اشنا هي اللي خدمت بها هنا؟ هي او اوف 1 بالنسبه لايش؟ بالنسبه للاكسس. يعني الا بغيت ناكسيدي انا لواحد ليليمون في الافاي رابيد كيطير عنده او اوف 1، وهنا او اوف 1 اوتوماتيكمون خفيف. يعني ها حنا كنشوفوا غنشوفوا اللينكد ليست الا بغينا ناكسيديو لواحد ليليمون. إلا بغينا ناكسيدي لواحد ليليما او نيفو ديال لينكد ليست ولا سينكل لينكد ليست، اشنو عندي هنا؟ عندي او اوف ان. دونك او نيفو ديال الاكسس في هاد لينكد ليست عندي او اوف ان. مي كنجيو هنا للشارت وكنفيريفيو اشنو كاين المشكل او نيفو اوف ان، اوف ان راه تقل من اوف 1. دونك هاد الداتا ستراكشر لينكد ليست الا كنت باغي ندير انا الاكسس الافري احسن. ما حناش كيهمنا هادشي كامل، واش حنا كيهمنا الاكسس؟ البروتوتايب تشينز اللي كيهمها هو هاد الجوج، هو الانسيرشن والديليشن. بالنسبه لينا وقبل ما نمشيو للانسيرشن والديليشن، علاش قلت لكم بان هنا كاين او اوف ان؟ لان في لينكد ليست ملي كتبغي تاكسيدي لواحد ليليمون كتبدا من الهيد، كتشم غادي من الهيد وتاكسيدي ليليمون، قد ما بعد ليليمون قد ما البيرفورمانس غتكون شويه صعيبه. وكيف ما قلنا او اوف ان راه خيب من او اوف 1، ولكن حنا اللي تيهمنا هو الانسيرشن والديليشن. الانسيرشن والديليشن بالنسبه للسينجل لينكد ليست ها هما راه احسن من الاري. حنا ما كيهمناش نكومبارو مع الاري، انا الاري عطيت لكم غير اكزامبل، ولكن السينجل لينكد ليست فيها الانسيرشن والديليشن مزيانه. يعني الا بغيت انسيري ولا تحيد ديزيليمون او نيفو ديال هاد الداتا ستراكشر، الا بغيتي تانسيري ولا تحيد دي زيليمون او نيفو ديال هاد الداتا ستراكشر كتخدم بالاو اوف 1، واوتوماتيكمون الاو اوف 1 على الخضر وهي احسن حاجه في لا بيرفورمانس. دونك بالنسبه لينا غنتشيكي هنايا ونشوف اشنو عندي. دونك قلنا انسيرشن، الا كانت الانسيرشن ولا كان انسيرشن يعني الا بغيت نزيد دي زيليمون ولا كانت ديليشن، اشنا هو اللي كنخدم به؟ كنخدم او عندي شي كولر وحده اخرى او او اوف 1 اللي هي كونستانت في التايم ديالها، كونستانت يعني احسن من فهاد الكف الاري. شنو عندي؟ عندي او اوف ان بالنسبه للانسيرشن وبالنسبه للديليشن. حنا اللي كيهمنا بان الا بغينا انسيري ودي زيليمو ولا نحيدوهم او نيفو ديال هاد اللينكد ليست لا بيرفورمانس ديالو هو او اوف 1 اللي كتعني بانها بيرفورمانس. وهذاك الشيء وعلاش انا غادي نجي معكم ستيب باي ستيب، وهذاك الشيء علاش كنت كنقول لكم بان البروتوتايب تشينز ولا البروتوتايب كبروتوتايب راه بيرفورمانس، لانها كتخدم بلينكد ليست بيهايند ذا سين. واللينكد ليست في الانسيرشن اوف ديليشن من كنبغيو نكبروا السايز ديال داك البروتوتايب ديالنا ونزيدو فيه هاد ليزيليمون ريفيرونسيوهم، كاينه واحد الانسيرش وكاينه واحد ديليشن، وهاد لينكد ليست هي اللي غتخول لينا ماشي غير في لا بيرفورمانس، غتخول لينا باننا نخدمو على الانهيرتنس يعني لا بارتي ديال الهيريتاج هي كتعتبر غير واحد تشيند، واحد تشيند ليست ولا واحد لينكد ليست اللي كتكري لينا داك البروتوتايب تشينز اوتوماتيكمون. كتسمع بروتوتايب تشينز كتسمع لينكد ليست والانهيرتنس، لان كنعرفوا بان جافا سكريبت ماشي اوريونتي اوبجي، ديك الانهيرتنس انتيغراتها جافا سكريبت بهذه الطريقه يعني بواحد لينكد ليست. والكلاس كيورد اللي غادي تخدم به، اللي كتخدم به في جافا سكريبت اكماسكريبت 6 هو في حد ذاته غير واحد شوغري كيف ما كيسميه، واحد شوغري امبلمنتيشن ديال البروتوتايب تشينز. يا
دونك غادي نبدا نوضح لكم الصور. انا كنحاول نمشي معكم ديبر هاد السابجيكت شويه ادفانسد، ولكن غادي تكونوا خديتوا واحد البيزك ايديا على لينكد ليست وهي اللي خدامه بها البروتوتايب تشينز. خديتوا واحد البيزك ايديا على الداتا ستراكشر كداتا ستراكشر اشنا هي، وعلاش انت كجافا سكريبت ديفلوبر كتخدم بواحد الداتا ستراكشر سبيسيفيك، وخدينا واحد الايديا على اشنا هي كيفاش كتميزور البيرفورمانس. ما مشيناش بالديتاي ولكن خدينا واحد البيزك ايديا. دونك شكرا، ونحاولوا من بعد نهضروا على البروتوتايب تشينز، ومن بعد غادي نخدم انا بواحد الكلمه بحال هكا لينكد ليست، نتوما غتطلع هذيك اها مومنت وغتعرفوني كو غادي ديجا هضرت عليها. Thanks for watching this video.